للمزيد من المتابعة والتحليل معنا عبر الهاتف الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. يعني بعد التحية، مصطلح الاقتصاد الأخضر هو مصطلح جديد سمعناه خلال الأيام الماضية، يعني لو نشرح للمشاهد البسيط معنى كلمة الاقتصاد الأخضر وكيفية الوصول إليه وأهمية اعتماده في المستقبل القريب. أولا مساء الخير أستاذة أميرة، بحيي حضرتك والسادة مشاهدي القناة الأولى الكرام. طبعا بدون شك أن الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد نظيف، بمعنى أنه خالي من التلوث وأيضا خالي من الآثار السلبية الضارة بالبيئة. والانبعاثات اللي بتحدث من العوادم وثاني أكسيد الكربون وأيضا ما يتم من انبعاثات نتيجة استخدام الطاقة التقليدية أو الوقود الأحفوري يؤدي إلى أثر ومشاكل كبيرة جدا، مشاكل صحية، مشاكل بيئية، مشاكل أيضا على النباتات وعلى الزرع تتعلق بالمحاصيل الزراعية. لكن إذا أردنا أن نذكر بالتحديد تعريفا للاقتصاد الأخضر أو ما يسمى Green Economy، هو اقتصاد يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية وإلى تحقيق أيضا التنمية المستدامة دون أن يؤدي ذلك إلى حالة من التدهور البيئي. ومصطلح التنمية المستدامة يعني مراعاة حقوق الأجيال الحالية مع الأخذ بالاعتبار حقوق الأجيال المستقبلية. طيب، الاقتصاد الأخضر يعتمد على الطاقة النظيفة، ولكي يكون الاقتصاد أخضر ينبغي أن يكون فعال وأن يكون أيضا موزع بشكل عادل، بمعنى توزيع الاقتصاد الأخضر أو تحقيق الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي اقتصاد منخفض الكربون يتسم بالكفاءة. أيضا من مصادر الطاقة النظيفة الغير ملوثة للبيئة الطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة مثل الطاقة الناتجة من استخدام الرياح أو طواحين الهواء كما تسمى، وأيضا الطاقة الناتجة من استخدام الشمس أو الطاقة الشمسية. الميزة في الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة أنها تحقق الاقتصاد الأخضر نتيجة عدم تلوث البيئة، بالإضافة إلى عدم نضوب هذه الطاقة. الطاقة الناتجة من الوقود الأحفوري تنضب، حتى آبار البترول تنضب، الغاز ينضب، ولكن الطاقة الناتجة من المصادر الطبيعية مثل الرياح والطاقة الشمسية هي طاقة دائما متجددة وغير ناضبة، بل والأفضل أو الأكثر أنها غير ملوثة للبيئة وغير ضارة بصحة الإنسان والنبات. دكتور ماجد، هل يمكن للدول الصناعية الكبرى وهي المسببة الرئيسية والأولى لأزمة المناخ حاليا والتغيرات المناخية، هل لهم أن يستخدموا الطاقة المتجددة دون أن يؤثر ذلك سلبا على اقتصادهم؟ بدون شك أن الدول المتقدمة تعتبر أيضا متقدمة من الناحية التكنولوجية، بمعنى أن استخدام الطاقة المتجددة سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية تحتاج إلى نوع متقدم من التكنولوجيا، وبالتالي يسهل لهذه الدول المتقدمة إنتاج هذه التكنولوجيا لاستخدامها في إنتاج الطاقة الناتجة من الرياح والطاقة الشمسية. وإنما عدم استخدام هذه الطاقة بشكل موسع على مستوى العالم، وهذا هو أحد الأسباب الداعية إلى المؤتمر الحادث الآن أو مؤتمر المناخ أو COP27، يتعلق بالأثار السلبية الناتجة من استخدام الطاقة الضارة التي تنتج ملوثات للبيئة. طيب، نرى الآن العالم تحدث فيه تغيرات في مناطق كثيرة في درجات الحرارة، حرائق في الغابات، سيول وفيضانات في مناطق. نلاحظ أن الطقس العالمي بدأ يتغير، ليس كما كان من كذا عقد من 30 أو 40 أو أكثر من السنوات، وبالتالي لابد من لجوء العالم إلى الاتحاد. ولذلك نرى حرص قادة دول كثيرة ورؤساء حكومات على حضور هذا المؤتمر العالمي الهام. أيضا مصر لها دور ريادي وقيادي في هذا المؤتمر،
وأعتقد أن هناك صناعات ملوثة للبيئة يجب أن يتم التخلص من هذه الصناعات أو إنتاج هذه الـ كما يسمى المنتجات من هذه الصناعات بشكل أفضل بطريقة أخرى تقلل من تلوث البيئة. ومن الصناعات الملوثة للبيئة في دول كثيرة مثلا صناعات الأسمنت تعتبر من الصناعات الملوثة للبيئة بشكل كبير، خاصة لو لم تكن الفلاتر التي تعمل على التنقية للعوادم الصادرة تعمل بكفاءة عالية. أيضا ما يتعلق بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي يعتبر من العناصر الهامة جدا في هذا الوقت خاصة وفي كل الأوقات، ولكن مع تفاقم أزمة الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار الحبوب وارتفاع أسعار الغذاء عالميا وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الحياة وتكاليف المعيشة، أعتقد أن لهذا المؤتمر يعني توصيات ونتائج ستخرج إلى حيز الوجود وتطبق بكفاءة وفعالية حتى ينجو العالم وبالتالي تنجو البشرية من هذه الآثار المدمرة لصحة الإنسان. وكما سمعنا في التقرير أن هناك ما يقرب من 2 مليون شخص يتوفون نتيجة هذه الملوثات للبيئة، وأعتقد أن الفترة القادمة سوف يكون هناك نظرة مختلفة وأكثر نشاطا وتحولا إلى الطاقة النظيفة وبالتالي الاقتصاد الأخضر. يعني حضرتك أستاذ اقتصاد، يعني التحول إلى الأخضر في مصر كان عبر عدة محافظات، ولكن تأتي مدينة شرم الشيخ في الصدارة فهي تحولت بالكامل تقريبا إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة. إلى أي مدى مكلف تحول باقي محافظات مصر إلى الأخضر؟ لا شك أن المسألة تحتاج إلى ما يسمى بالإنفراستراكشر أو البنية التحتية. البنية التحتية ليست فقط الطرق والكباري والأنفاق، وإنما أيضا البنية التحتية تشمل في هذا الاقتصاد الأخضر توليد الطاقة عن طريق الرياح أو عن طريق الطاقة الشمسية. وأعتقد أن توسع الدولة المصرية فيما يسمى الاقتصاد الأخضر في الفترة القادمة سوف يكون بمعدلات سريعة وبشكل أكثر كفاءة، خاصة مع توجهات القيادة السياسية وتوجيهاتها فيما يتعلق بهذا النطاق. نرى مثلا على سبيل المثال كما تفضلت وذكرت سيادتك مدينة شرم الشيخ مدينة رائعة جميلة جدا، تعتبر مدينة من المدن العالمية التي يشار إليها بالبنان، وبالتالي تطبيق هذه المنظومة أو هذه الفكرة على باقي مدن ومحافظات مصر سيعود بما يسمى الرفاه البشري أو الإنصاف الاجتماعي أو ما يسمى العدالة الاجتماعية في كافة المناطق وكافة المحافظات المصرية، لأن العناية بصحة المواطن المصري هي أحد أهداف الدولة في هذا الوقت. وقد لمسنا ذلك فيما يتعلق بكيفية التعامل مع فيروس جائحة كورونا أو كوفيد-19 كما أشار إليها العالم بشكل كبير إلى نجاح الدولة المصرية في التعامل مع هذا الفيروس وهذه الجائحة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر